محمد اتفضل الكلمة إليك يا محمد. كابتن هيثم برحب بك مرة تانية ومواصلين فرحتنا هنا من صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ومعانا أحد نجوم المباراة يعني كابتن محمد أبو النصر. يعني ألف مبروك، أعتقد كنت شايل حمل الدور قبل النهائي والدور النهائي، أعتقد يعني لعبت فترات كبيرة جدا وكنت من أحد نجوم البطولة دي بشكل عام مش بس ماتش النهاردة. الله يبارك فيك. الحمد لله، طبعا ده كلام كبير قوي عليا. الفرقه كلها رجاله والفرقه كلها تستحق المكسب. الحمد لله كلنا قدرنا نلم بعض وكلنا لعبنا على قلب راجل واحد، وكنا نفسنا ان احنا نكسب بطوله، عشان يعني حاسين ان احنا اتظلمنا شويه، او حاسين ان احنا المفروض كنا من الاول كان الموضوع ممكن يتاجل شويه على اساس الظروف الحاليه اللي موجود فيها في البلد. بس الحمد لله يعني قدرنا نتغلب على الظروف ونلم بعض وكسبنا البطوله الحمد لله. تحيات كامل لاستوديو التحليل كابتن هيثم السعيد، كابتن سلعاوي، كابتن عماد مراد، بيحيوك جدا. ويعني يمكن النهارده المحترف الامريكي لفريق الاهلي الاتحاد في اول كوارترين جاب 18 بونت، ثالث ورابع اعتقد كابتن محمد النصر خلاه مش موجود اصلا في المباراه. والله بص، هو المحترف اصلا بتاع الاتحاد، احنا يعني حتى مستوياته الماتشات اللي فاتت او طول البطوله من الاول ما كانش بالمستوى ده. هو فاجئنا النهارده يعني بصراحه، كان في مستوى غريب جدا، ما كناش مدينه اهميه يمكن في اول الماتش، لكن هو كان فايق جدا. الحمد لله كلنا قدرنا يعني نعمل زي ترابات عليه، نعزله شويه عن اللعب، نقلل خطورته شويه في الثالث والرابع، وده فعلا فرق معانا جدا لما خطورته وقفت وقدرنا نجري شويه عليهم. يمكن ماتش من الاول كنا متكهربين شويه، بس الحمد لله في الكوارتر الثالث قدرنا نلم بعض ومشينا واحده بواحده، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني. الف مبروك يا رب كل البطولات توقف في النادي الاهلي، وعايزينك بقى تخلي بالك من نفسك، ان اعتقد هنحتاجك كتير قوي الفتره الجايه كاحد نجوم الفريق ان شاء الله، واللي يقدروا يحققوا كل البطولات ان شاء الله. الله يخليك، ربنا يخليك، ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي وناخد كل البطولات اللي جايه باذن الله. شكرا شكرا. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني دينامو الفريق كابتن طارق الغنام. الف مبروك، بطولة غالية، ظروف صعبة، لكن اعتقد قدرتوا تلموا الولاد وعملتوا بطولة أكثر من رائعة. الحمد لله رب العالمين. أنا ببارك لجمهور النادي الأهلي، ببارك فرقتي، وببارك للولد 16 سنة، ببارك عبد الرحمن، بقول لهم ألف مبروك رجالة. أول مرة أحس بمعنى كلمة قهر بالنسبة لي يعني فعلاً، لأن النهاردة أنا حاسس إن إحنا يعني أي نعم هو دوري مرتبط، وأنا من ناحية الناس اللي يعني مش عايز أقول إن هو أقل بطولة في الثلاث بطولات، بس فعلاً لا، النهاردة أنا حاسس إن أنا يعني مش عايز الواحد يغلط في الكلام غصب عنه، بس انا بقول للنادي الاهلي مبروك، وبقول اتحاد السله متشكرين، وبقول مرتبط مبروك، وبقول لرجالتنا الف الف مبروك، وجمهورنا طبعا العظيم ربنا، وان شاء الله السنه دي باذن الله على قد ما نقدر ربنا يوفقنا باذن الله. كابتن هيثم سعيد ببلغ تحياته، وكابتن سلعاوي، وكابتن عماد مراد، وبيقول لك كابتن هيثم بيقول لك لما اكلمك قبل المباراه حصل من صوتك ان شاء الله البطوله في الاهلي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فعلا العيال كانت او الولاد كانوا مركزين جدا النهارده، عايزين انت شايف الحاصل والاجواء والوضع، فكلنا صراحه كنا مقررين ان لازم نرد على الكلام ده كله والوضع كله، وطول عمرنا الاهلي في يعني بنثبت للناس على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله احنا قدها، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله الجاي احسن باذن الله رب العالمين. الف مبروك كابتن، مستني منك كل بطولات السله ان شاء الله. ربنا يكرمك، شكرا جزيلا يا فندم، متشكرين. عبد الرحمن احد ابطال فريق المرتبط، يعني الف مبروك المباراه والفوز النهارده، اعتقد كان دوركم كبير جدا في الفوز بالبطوله بفوزكم على الاتحاد السكندري في المباراتين. هو الحمد لله رب العالمين، تعبنا وده جزائنا، وان شاء الله نثبت نادي الاهلي اللي احنا جايين ونكسب كل البطولات ان شاء الله. يعني يمكن وانتوا 16 سنه حمل كبير عليكم، نتيجتكم ترجح نتيجه الفريق الاول، بس اعتقد يعني زي ما بقول يعني حتى ناشئين نادي الاهلي رجاله. الحمد لله لعبنا 6 ماتشات كسبناهم كلهم، وقدرنا نثبت الفيرست تيم اللي احنا سندهم، والحمد لله كسبنا 6 ماتشات. شكرا عبد الرحمن وبالتوفيق، ويا رب دايما بطولات كده وتبقوا مدد لبطوله الابطال النادي الاهلي في المستقبل. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني زي ما بنقول بقى فاكهه الفريق، يمكن في اشد اللحظات تلاقيه دايما بيلم زمايله وبيتكلم معاهم، مع انه لسه سنه اولى اهلي، لكن مع جون بومات الاهلي تحس انه ابن من ابناء النادي الاهلي ومولود جوه النادي الاهلي. احمد مهيب، يعني الف مبروك اول بطوله مع النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش بطولات، وان شاء الله ما تبقاش اخر بطوله. الله يبارك فيك، الحمد لله كل شيء. بطوله غاليه قوي يعني، اول بطوله مع النادي الاهلي، بطوله غير خالص كل البطولات اللي اخذتها، يعني بطوله في النادي الاهلي فعلا حاجه ثانيه، ولسه يعني ما بقى لنا ساعه بس اخذناها، بس الحمد لله يعني انا مبسوط جدا بروح الفريق كله. كنا متاخرين في الماتش، الحمد لله قدرنا نرجع، لمينا بعض، لعبنا للاخر، كنا عايزين يعني نسعد الجماهير كلها. بطولة يعني زي ما كابتن طارق كان بيقول، يعني هي بطولة مش الأغلى في الدوري، لكن إن شاء الله دي بداية، وبإذن الله يعني الثلاث بطولات إن شاء الله اللي جايين ننافس عليهم بقوة، ونوعد الجماهير بإذن الله إن إحنا نحققهم إن شاء الله.
مهيب، بالرغم انك راجع لسه من اصابه، لكن اعتقد كان ادائك مفاجاه واديت اكثر من المنتظر منك كمان، واعتقد يعني كنت من مفاجات البطوله السنه دي. والله الحمد لله، يعني يمكن ما انا حاسس بتقصير شويه ان انا ما قدرتش افيد الفرقه كتير، بس يعني على الاقل تحاول ان انا اشجع على الاقل. يعني ابتديت في الثالث، حاولت ارجع الناس في الماتش، كنا احنا متاخرين شويه. ان شاء الله يعني باذن الله الفتره اللي جايه بقى مع التمارين وكده ان شاء الله حتى نبقى المستوى الفرقه كلها احسن. احنا النهارده كان في غلطات كتير، ولسه ان في ناس كتير ما كناش مخفقين. يعني احنا الحمد لله النهارده ربنا كرمنا، ولسه يعني ان شاء الله لما كلنا نفوق هيبقى ان شاء الله هنبقى في حته تانية باذن الله. يعني المباراه الاولى ومباراه سبورتنج الدور قبل النهائي والمباراه الاولى بتاعه الاتحاد، اعتقد كان عليكم حمل، يعني زي ما بيقولوا شلتوا حمل كبير قوي بدري، وغياب اهم العناصر كباتن الفرقه، لكن انتوا كنتوا عند الميعاد، وزي ما بيقول الاهلي بقى محضر. والله والحمد لله برضو، يعني موضوع الكورونا ده والخمس لعيبه اللي اتصابوا يعني هزنا شويه، لكن الحمد لله يعني روح الفانيلا الحمراء خلتنا نعوض النقص لحد ما الحمد لله جندي وايهاب النهارده جم ضافوا شويه للفرقه، وقدرنا الحمد لله احنا كلنا مع بعض ان احنا نحقق البطوله ونسعد جماهير النادي الاهلي. شكرا يا احمد، اتمنى لكم التوفيق وكل البطولات تبقى معاكم السنه دي.